شنطتها يا دوبك ب$5000، يعني بحوالي ربع مليون جنيه، وديتها للمغسلة عشان تنظفها بطريقة معينة وبمواد مخصصة ليها، لكن عامل المغسلة حذفها في الغسالة وخدها فمين دعك وشطف وبوظها خالص ودمر ماركة الشنطة، وده طبعا اللي ضايقها جدا وخلاها كمان تقدم فيه شكوى. فتعالوا معايا اعرفكم قصة الفنانة الشابة هاجر احمد مع شنطتها الماركة، وكمان حكاية جوازها من رجل أعمال غني جداً. الكام ساعة اللي فاتوا أصبحت هاجر أحمد الفنانة الشابة هي حديث الكل على وسائل التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا، وركبت الترند في مصر بعد ما شنطتها الماركة المشهورة ما باظت. الشنطة تمنها الفعلي $5000، يعني حوالي ربع مليون جنيه بحالهم، ومن ماركة عالمية مشهورة. وكانت هاجر أحمد خدتها وودتها مغسلة معينة عشان تنظفها بأسلوب وكمان بخامات مخصصة ليها عشان الشنطة مش بتتغسل، لكن عامل المغسلة بقى خد شنطتها وهوب حدفها في الغسالة وكب عليها كمان مسحوق وكلور وخدها فومين نظافة. فكانت طبعا النتيجة ان الشنطة خرجت شكل تاني خالص، وكمان اتمسح منها الطلاء الذهبي بتاعها ولونها كمان اتغير تماما. اتفاجئت هاجر احمد ان الشنطة باظت خالص على رأي الاعلان بتاع احمد مالك، فطالبت صاحب المغسلة انه يصلح الشنطة، فقال لها طبعا انه ملوش دعوة وتخبط راسها في الحيط. فطلعت على جهاز حماية المستهلك وطلبت يرجعوا لها حقها. طبعا حوار الشنطة ام ربع مليون جنيه ده استفز متابعين كتير عشان يعلقوا عليه، فمنهم اللي قال هو ازاي وليه واحدة تشتري شنطة ايد بربع مليون جنيه، ده افترى في الوقت اللي الناس مش طايلة تاكل. بس اللي ما يعرفوش بقى ناس كتير ان هاجر احمد دي متجوزة من رجل اعمال شاب اسمه احمد الحداد، وده مليونير كبير قوي على فكرة، وعنده مشاريع مطاعم كبيرة واعمال ناشئة اكتر، عشان كده هي تعتبر مش محتاجة اصلا الشنطة ولا حتى تمنها. هاجر احمد من مواليد سنة 1994، كانت درست علم النفس بكلية اداب، وبعدها دخلت معهد الفنون المسرحية قسم تمثيل واخراج، وطلعت كمان الاولى على الدفعة. وكانت كمان هاجر احمد دخلت قبل كده مسابقة ملكة جمال ميس ايكو ايجيبت اللي هدفها الترويج للسياحة، الكلام ده كان سنة 2016، وفازت كمان بلقب الوصيفة الاولى في مسابقة ميس ايكو ايجيبت انترناشونال، وخدت كمان لقب ملكة جمال الكوكب ميس ايكو بلانيت، ومثلت مصر في مسابقة اجمل وجه في العالم بالولايات المتحدة الامريكية، بس ما رضيتش تلبس مايو عشان كده خسرت لقب المسابقة. وبعد كده اتولت منصب سفيرة مصر للنوايا الحسنة في الامم المتحدة، وكان اول عمل ليها مسلسل الف سلامة واللي كان 2013، وبعد كده انطلقت وشاركت في مسلسل هذا المساء وكيد الحموات ونسر الصعيد ومسلسل الرحلة وكمان رسائل. لكن بداية الشهرة الحقيقية للفنانة هاجر أحمد كان سنة 2019، وده لما شاركت في مسلسل نصيبي واسمتك الجزء الثالث، ومسلسل كمان هوجن مع محمد إمام، وكانت لفتت الأنظار خلال حفلة قرعة كأس الأمم الأفريقية واللي اتعملت في مصر لما كانت لابسة لبس فرعوني واستقبلت نجم الكاميرون سونج. وفي النهاية بقى تفتكروا ايه اللي هيحصل في مسألة شنطة هاجر أحمد؟